لازال توني كاتورا عم يسبب جدل كبير مع كل طلة وحفلة أونلاين عم يحييها على صفحته بفيسبوك، وبعدها أعداد كبيرة عم تحضروا من الأشخاص بشكل مستقر إجمالاً. وبعد التقرير الأخير يلي عملناه بالجديد فن وأعلننا حصرياً أنه ما بده يشارك مع أي برنامج على التلفزيون وأنه طلب مبلغ 50,000 دولار لأي مشاركة، انتشر الأمر بشكل كبير حتى أنه هو اعترف باللايف اللي بعده بالموضوع. من بعدها انتقل النقاش بهيدي المسألة إلى المنابر الإعلامية يلي كانت بالأول مستخفة بوجوده. الإعلامي بيير رباط كان من الإعلاميين يلي قرروا فتح سيرة توني كاتورا مع المشاركين ببرنامجه، وتناولوا هالمسألة بشكل اعتبروا البعض ساخر ومهين إلى حد كبير. النقاش يلي صار بالبرنامج إجا رد سريع من البوبستار اللبناني رامي عياش، فما كان من البوبستار اللبناني رامي عياش إلا أنه يعبر عبر تويتس عن غضبه الشديد على خلفية النقاش يلي حصل ببرنامج على غير كوكب بحق اللبناني توني كاتورا يلي استطاع أنه يتصدر الترند من خلال الحفلات يلي عم يحييها عبر صفحته الخاصة على فيسبوك. وبالتفاصيل اعتبر رامي عياش أنه الطريقة يلي تناول فيها البرنامج المواطن توني كاتورا يلي رفض الظهور إعلامياً قبل الحصول على مبلغ 50,000 دولار مستفزة وفيها تقليل من قيمته كإنسان. وغرد رامي عياش على حسابه على تويتر وقال: يعيب الشوم عليكم، هيدا إنسان اللي اسمه توني كاتورا عم بتقولوا عنه هيدا مش إنسان هيدا شيء، وعم تتمسخروا علي، يا بلا أخلاق أنتو وبتدعوا حقوق الإنسان والإنسانية والأخلاق وحرية الرأي. وأضف بتغريدة أخرى: وبتدافعوا عن قضية التنمر يا كذابين يا منافقين، وأنتو مجبولين بالكره والحقد وبتدعوا العفة والأخلاق، فعلا برامجنا صارت منحطة. من جانبه رد مقدم البرنامج الإعلامي بيير رباط على تغريدتي رامي على الهواء مباشرة بقوله: بحق إلنا تناول أي موضوع ترند، كما كنت أنت ترند مؤخرا بسبب مقابلتك مع التلفزيون الألماني. منحترم رامي عياش ومنتقبل ما بيقوله، لكن هالكلام غير مقبول. أما عن ما حدث داخل حلقة بيير رباط، فتناول الموجودين توني كاتورا بالكثير من كلمات التجريح والسخرية على نجاحه بفترة قصيرة باستقطاب الأنظار وتحقيق أرقام مشاهدة جدا عالية، وتحول الاستوديو إلى مجموعة من منتقدين بشكل قاسي وعلى إهانته. والجملة الأبرز كانت من قبل يوري مرقدة بتعليق قال فيه إنه كاتورا ليس برجل أو امرأة، هو شيء. وانضمت إلى زميلته رولا كعدة ووصفت حفلات توني كاتورا بالانحطاط. الرد والرد المضاد حول نقاش بهالموضوع إلى ترند جديد، فانقسم المغردين بين الداعم للفنان رامي عياش ومدافع عن الإعلام بيير رباط وأسلوبه بالتعاطي مع مسألة كاتورا. لكن الأكيد أنه توني كاتورا كان المستفيد والرابح الأول بعد ما تحول لحديث على معظم الألسنة والشاشات.